يلا زين؟ تعال. لا خليك برا، ظبط برميل مشان تطبق. يوم راحة، يوم ترسيم 10 يوم تفكير، يوم نجاح. يلا مين بدي يصبح بشوي؟ كله عامي، هو السنجاني. اعطيني الكوريدوري يعني. هيدا واحد، يلا. هيدا ابيض بيروح؟ لا هيدا ما في برنامج احمر. هيدا هيدا هي فوت تطلع. هذا اسود. يلا بيت. هذا الاسود. ايش تا؟ عفوا. سنجرية تعاونية سنجريات وسنجريين وتعاونية مفتوحة للكل، عندها اتصال بكل مجموعات الحراك وهي على نفس المسافة منهم كلهم. السنجرية شو بتعمل؟ بتقرأ ورشة دايمة لقراءة شو عم بيصير بالحراك، ورشة دايمة لتبني مبادرات فردية بياخدوها ناس من خارج السنجرية ونحن منساعدهم، ورشة دايمة لإطلاق مبادرات تدفع عليها هي السنجرية بتعتبرها مفيدة، أما لتوسيع الحراك، أما لحمايته، أما لتطويره، هيك شيء يعني. بقول لك شو المشاريع هلا هي متبنيين ومن عندهم؟ بلشت مع الحراك، هي الفكرة بنت الحراك الشعبي اللي صار، هي طلعت الفكرة. أنا شخصيا كنت من زمان سنجري على الفيسبوك، كان اسمي سنجري على لأنه أؤمن أنه السنجري شغلته مد شبكة التواصل بين الناس. لأنه مفترض أن هذا الحراك يستمر، المعركة منا أيام وبتخلص، يعني واضح أنه في شيء مفروض يكون عم بيأسس لمعركة طويلة، يعني مجددا إعادة واستعادة الحقوق تبع المواطنين تبع الناس، يعني لأنه في حاجة حقيقية للتنسيق بين المجموعات، لأنه هاي المجموعات طبيعي تكتر وطبيعي يصير في مبادرات تانية غير اللي بلشت، لأنه كمان مرة يعني نموذج لبنان نموذج خاص، يمكن بده نموذج خاص بالحراك كمان، يعني بتتعدد فيه المجموعات، بتتعدد فيه المبادرات والأفكار، يعني طريقة تنفيذها، عنف أو لا عنف، يعني سلمية أو غيره، لأنه مفترض أنه كل هذه المكونات تكون موجودة يعني، وإلا أو الأحرى مش مفترض، يعني يبدو أنه لازم تكون موجودة لحتى يوصل لنتيجة المشروع. مشروع تنسيق بين المجموعات اللي موجودين، مثل مثلا فرقة الطبول اللي كانت، فكان في نعاش بين الشباب انه مين مهتم يشارك، فتأمنوا الطبول، بعدين تأمنوا التمرين، بعدين نزلنا، كان واحدة من المبادرات، واحدة تانية مثلا المضربين على الطعام.
مدربين عن الطعام الشباب وارف واصحابه بطبيعه الحال بدهم حدا يهتم فيهم يعني بدهم حدا يكون عم بيجيب لهم مساعده طبيه بلكي يكون عم بيجيب لهم مصل لانه هن بحاجه لمصل فنحن اللي قدمناه كان اهتمام فيهم يعني مي ومصل دكتور يقطع عليهم طبعا لهم بعض التجارب التاريخيه عن الاضرابات عن الطعام اللي صارت غاندي وغيره يعني كيف تعاطوا معه كيف تجاربهم يعني بلكي بيستفيدوا اكثر يعني لانه هي بتعطيهم معنويات اكثر يعني تكممونا والوطن يسكت ساكن مش حنسكت مش حنسكت فقتلونا محناش احلى من اللي ماتوا يعطيكم العافية وصورة صورة دايما صورة الارجاء يعطيكم العافية وسعناها أكثر وجربنا نشتغل عليها أكثر نجيب مجموعة أكبر نلاقي ريتم بسيط يعني بس يحدد إنه كيف ممكن نعزف مع بعض 5 دقائق 10 دقائق يعني أحمد والشباب عطونا ريتم بسيط يعني تمرنا عليه وهو تماماً يعني قرع طبول الخطر يعني نحن عم نغرق بالزبالة يعني ما في مجال يعني يكون في يعني مش معقول يكون في أدنى من هيك وضع يعني أسوأ من هيك وضع يعني الناس حبت لأنه صوت بالنتيجة يعني وصوت مش عم يهتف بعبارة معينة هو ريتم يعني أنه جاي في يركب عليه أي شيء يعني جاي التغيير جاي المحاسبة جاي نتبنى نحن كل شعارات المجموعات اللي طالعين فيها نحن مش ما بنرفض ولا أي شعار يعني صحيح بطل طلعت ريحتهم وصحيح بدنا نحاسب وصحيح على الشارع وصحيح نحو التغيير وصحيح كل المجموعات وصحيح عكر منا مزبلة وصحيح وصحيح يعني كل المجموعات اللي طالعين بأفكار وطالعين بمبادرات وبشعارات نحن أكيد بنوافق على الشعارات وأكيد بنوافق على الحملات مش بالضرورة نكون بالمجموعات اللي عم تشتغل يعني نأمل إنه هذه المجموعات نتواصل معها تواصل معنا الناس